من ضعف كهرباء من كثرة عدد السكان، وقدمنا طلب للإدارة بتل براك ونشكرهم على جهودهم ويقدمونا المحاولات. نعاني من ضعف الكهرباء وتوسيع السكان المنطقة، قدمنا طلب على شركة الكهرباء بتل برك ونشكر الطاقة. كنا نعاني من ضعف كهرباء بسبب كثرة السكان، وقدمنا طلب إلى مركز الكهرباء وقدمونا الكهرباء، ونشكر مركز الطاقة والكهرباء على تعاونهم معنا. نحن كمواطنين بتل برك نعاني من ضعف الكهرباء، وقدمنا إلى مركز كهرباء تل برك، ونشكر هيئة الطاقة على بذل جهودهم، وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن، والله ينطيهم العافية. كنا نعاني من غلطة الكهرباء ورفعنا طلب إلى الطاقة، والحمد لله مشي الحال والأمور، والله يعطيهم العافية من أحسن إلى أحسن إن شاء الله. فريق الكليب رئاسي مشترك لمركز كهرباء تل برك، كان لثورة 19 تموز واستجابة لمطالب الأهالي، قام مركز كهرباء تل براك بالتعاون مع مكتب الطاقة بتنفيذ عدة مشاريع، ومن هذه المشاريع مشروع خط سمحان خط الصالحية المنهار قديما أثناء بداية الأحداث، قمنا بإعادة تأهيله ونصب 2 من الأعمدة وبرج وإعادة تأهيل الشبكة بالكامل، وبأقرب وقت سوف يكون بالخدمة. وبالإضافة لهذا المشروع في توسع سكاني بتل براك استجابة للمطالب التي تقدم إليه فيها الأهالي في ناحية تل براك بسبب المعاناة التي يعانونها نتيجة توسع سكاني الحاصل على محاولات مراكز التحويل الموجودة حاليا. قمنا بتخديم بثلاث مراكز في ناحية تل براك، المراكز موزعة على الشكل التالي: حي بئر الحلو مركز تحويل خدمي استطاعت 100 كابي آ، بالإضافة إلى صيانة الشبكة وصيانة الأعمدة الموجودة الحالية، ومركز تحويل عزل السوق التجاري عن حي أبو عزالة، طبعا مركز التحويل هو 200 كابي آ مع برج وكامل ملحقاته، بالإضافة لمركز التحويل الثالث في مدخل ناحية من جهة الحسكة باستطاعة 200 كابيرا مع كامل تجهيزات البرج. نشكر مكتب الطاقة على الدعم المقدم لمركز كهرباء تل براك للمنطقة كافة.